أحمد مدني المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن والعمران. صباح الخير، أهلا بك سيدي. صباح الخير، صباح الخير لكل مشاهدي قناة النهار، مرحبا. طيب، كيف يعني تشرح لنا هذه التغييرات على مستوى مديرية السكن في عدد من الولايات؟ هل صحيح كان فيه قضايا فساد البعض، وهل يعني فيه محاسبة لهؤلاء؟ أولا أستطيع أن أقول في بداية الأمر أن الحركة هذه حركة عادية، غير أن ما يلفت الانتباه إلى هذه الحركة كون أنها حركة اللي كان المرجعية الوحيدة تاعها هو النتائج المحققة على مستوى الميدان، يعني العمل ثم العمل ثم العمل. الحركة كذلك اعتمدت مبدأ الجزاء والعقاب، فمن أحسن قال له معالي وزير السكن والعمران وعلى منصة الجلسة التقييمية في جنان الميثاق أحسنتم، والذين لم يحققوا نتائج بالفعلية وترقى إلى طموح القطاع المتمثل في إنجاز أو تسليم وإطلاق ما يقارب 320 ألف وحدة سكنية، غير أن النتائج التي وصل إليها القطاع وهي معتبرة كذلك جدا بالمقارنة مع السنوات الماضية 272 ألف وحدة سكنية، بينما كانت فيما مضى وخاصة أسرة الإعلام تتابع جيدا. سيد أحمد مدني، فقط فيه البعض من المدراء كما قلت أنت حققوا نتائج يعني جيدة، هل تم ترقيتهم بالفعل؟ ما هي المناصب يعني اللي استفادوا منها بعد هذه الترقية؟ طبيعي حتى في حركة التحويل، يعني حركة التحويلات كذلك راعت جانب كفاءة الرجال هذومين وأعطتهم ولايات تليق بالحجم، يعني طيب، يعني لمستواهم الحقيقي. مجرد تحويل ما بين ولايات هو ترقية. ثم هناك كذلك ما ننساوش باللي فيه الترقيات اللي شملت 30 منصب، يعني 30 منصب عمل هو كترقية، والترقية هذه وين اعتمدت، يعني اعتمدت من داخل القطاع، هناك رؤساء يعني دوائر على مستوى مديري دواوين الترقية العقارية رقيوا إلى مستوى مدير عام. وما يلفت الانتباه وهو شيء ثاني جميل جدا، ترقية النساء يضاف إلى الكم الهائل من إطارات اللي موجودة في القطاع من النساء، يعني هناك ترقيات تسعة عناصر من النساء اللي تم ترقيتهم إلى مستوى مديرات. طيب سيد أحمد مدني، فقط أنتهز الفرصة وأنت معنا في سؤال أخير فيما يخص مشاريع عدل، يعني واحد واثنين يعني المرصودة في عدد من الولايات، فيه بعض من الولايات تعاني من تأخر كبير جدا فيما يخص هذا المشاريع، على ما أظن ولاية السمسيلة حسب ما رصدنا عبر تلفزيون النهار. كيف ستتعامل الوزارة مع هذا التأخر الكبير في عدد من مشاريع عدل؟ لا، أنا أقول وأكرر، يعني ما يشاهد من نهضة يعني داخل القطاع على مستوى الورشات وخاصة ورشات البناء، لأن معالي وزير السكن والعمران والمدينة اللي كان يعني صرح في العديد من المناسبات وهي تصريحات اليوم أصبحت موجودة في الميدان وتجسدت على مستوى المشاريع التي انطلقت في أواخر 2013 الآن يتم استلامها، وإحنا على موعد يعني كما اللي توزيع مقررات الاستفادة خلال السنة هذه وين، وكذلك حتى في بعض الولايات مثل خجلة مكتفي ب 2013 يكون على موعد مع استلام المفاتيح. هناك بعض الحالات يعني حالات يعني اللي حالات شد والشد لا يقاس عليه، يعني في بعض المناطق اللي ممكن فيها صعوبة في وجود العقار أو أمور إجرائية، ولكن كل المشاريع الآن أستطيع أن أزعم بأنها تنطلق في ظروف جيدة. شكرا جزيلا لك سيد أحمد المدني المكلف شكرا الإعلام جزيلا في لك وزارة السكن. شكرا شكرا جزيلا.